ورجعنا لكم تاني أعزائي المشاهدين مع فقرة متميزة جدا احتفالا برأس السنة، الفقرة الموسيقية. أهلا بيكم، نورتونا النهاردة. معنا النهاردة فرقة بكرة الموسيقية لصاحبتها الأستاذة منى الصادي. أهلا بيكي يا أستاذة منى، شرفتينا ونورتينا النهاردة، وكل عام وأنتم طيبين وكل فرقتك الجميلة. في البداية كده قدمي نفسك وقدمي في فرقتك، وقولي لنا بقى إيه حكاية فرقة بكرة دي وابتدت إزاي يعني؟ أنا أستاذة منى الصادي. أهلا بيكم، كل سنة وأنتم طيبين. وأنت طيبة يا رب. الحمد لله، هي فرقة عمرها تقريبا 6 شهور. لسه صغننة. ما شاء الله. سميت فرقة بكرة لأن احنا فتحنا الباب لذوي الهمم يشتركوا معانا عزف وغناء. تمام. ومعانا منهم. عندك عدد ذو همم؟ عندي ان شاء الله. بس الحقيقة النهارده اعتذروا شوية. احنا طبعا كنا بنتمنى يشرفونا النهارده ويكونوا معانا يعني. معايا بقى كمان الفرقه تتضمن انشاد ديني، تتضمن ذوي الهمم، تتضمن الشباب الجميل. منورين يا شباب. معايا منشد ديني استاذ رجب. معايا استاذ هشام سمير عازف كمان. اهلا بيك. معايا مختار السعيد عازف عود. انت عندك اعمار مختلفه ما شاء الله، يعني ربنا يبارك لكم كلكم. معايا استاذ سيف، معايا استاذه فرح، معايا مصطفى. طيب سمعينا ايه بقى؟ شرفتونا كان يعني بقى. سمعونا ايه النهارده يا شباب؟ نبدا بمختار. اوكي استاذ مختار اتفضل. ماشي اوكي. اشوف جمال جميل جدا، ربنا يبارك لك. انت عندك مواهب. طبعا ما شاء الله. ما شاء الله جميل. جميل. توفيق يا رب. هتسمعيني ايه تاني يا دكتور؟ هسمعكم بقى مصطفى. ماشي اوكي. مصطفى بقى لون جديد يعني. مختلف عن جديد. يعني مصطفى بقى بيحب الشعبي شويه. الشعبي. يلا بقى. تمام اوكي. يلا يا مصطفى. المايك ماشي؟ اتفضل. ماشي. Thank you.
واشتقت لك والله يا ترى يا حبيبي يا ترى عندك اصوات جميله. طبعا استاذه منى قولي لنا، طيب دلوقتي الفرقه بتاعتك انت بتقولي لسه يعني تعتبر كده حديثه صغيره وكده لا بالعكس ما شاء الله المواهب جميله لا ومتمكنين وبالتوفيق يا رب ان شاء الله. طيب قولي لنا كده، انتوا بتقدموا بقى كل انواع الموسيقى والغناء ولا انتوا برضو يعني متخصصين بس في حاجات معينه؟ يعني احنا معظم الاغاني بتاعت من تراث الموسيقى العربيه، بنحاول نحسن النشأ شويه في الحاجات اللي بيسمعوها. وحتى لما بنختار شعبي بنختار الشعبي اللي هو المحترم طبعا طبعا احنا يعني مش ضد اغاني مهرجانات،
بس بنقول للناس بدأوا اتعلموا شويه. بس الكلمات طبعًا بتفرق. اكيد طبعا الالحان بتفرق. جدا يعني في كلمات بتبقى حلوه قوي. الموسيقى غذائيه الروح، ايه بتغذينا احنا، بتخلينا مبسوطين. يعني النهارده اتشرفنا بيكوا عشان راس السنه وقلنا نحتفل وحاجه جميله تنورونا النهارده. قولنا معك ايه تاني دكتوره منى؟ بس هو ايه يعني احنا معانا بس هو دقيقتين، فياريت كده لو في اي فقره يعني سريعه كده نقدمها مع بعض. الانشاد معانا انشاد ديني تمام، ده برضو من ضمن اتجاه الفرقه بتاعنا عشان يبقى كملنا كل يعني انتوا بتغنوا كل الوان او انواع الموسيقى والانشاد. ومعانا كمان في ايه هي حبيبتي دي برضو تلعب اورج من زمان. فعلا انا شفتها معاكم قبل كده، بس انا كنت اتمنى انها تيجي النهارده، بس معلش مره ثانيه ان شاء الله مره ثانيه باذن الله تشرفنا مره ثانيه. طب اوكي اتفضل. رسول الله رسول الله طال بي الحنين وأرق مهجة الشوق الدفين رسول الله رسول الله رسول الله وأرق مهجة الشوق الدفين مدحتك لا رياء أو نفاقا مدحتك لا رياء أو نفاقا وحاشا أن تظن بي الظنون. النبي صلوا عليه اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه. برافو رائع جميل. احسنت احسنت ما شاء الله احسنت. بالتوفيق يا رب. كانوا محضرين المسكفاح. الايه؟ المسكفاح. مش عارفه معانا وقت ولا لا، معنا دقيقة بس دي. قبل يعني ممكن نختم بحاجة، والجميلة دي طبعا احنا عايزينها برضو نسمعها عشان برضو ايه لازم نسمعها. بس هو احنا من خلال برنامج حلم وفكرة بقى، عشان بعد كده هنسيبهم يختموا نختم معاهم. يعني حلمك ايه بقى؟ انت خلاص حققتي فكرتك، كونتي الفرقة، عملتي اللي انت عايزاه، حلمك ايه بقى للي جاي ان شاء الله؟ حلمي اللي جاي انها تبقى يا رب تكون اول فرقة بفتح الباب لكل ذوي الهمم بكل فئات، ان هم يجوا معانا اهلا وسهلا في فرقتنا، ونبقى فرقه مدمجه، ما نبقاش فرقه بس زاوية همم بس. انت عايزه كل الفئات. عايزه كل الفئات تبقى معانا، شباب وبنات من كل الاعمار ومراحل مختلفه، مراحل مختلفه، زاوية همم وشبابنا الحلوين دول، علشان نقول ان كلنا من حقنا نندمج مع بعض. طيب واحنا كمان بنضم صوتنا لصوتك، ومن خلال البرنامج احنا طبعا بندعمكم، بنتمنى او بنطالب يعني
يا ريت الكل يدعم فرقه الاستاذه منى الصادي او فرقه بكره، بجد مواهب جميله وتستحق الدعم والتشجيع، فبنتملكوا كل يعني كل التوفيق والنجاح يا رب باذن الله، وان شاء الله يبقى عام مليان كده بالحاجات الحلوه وتحققوا فيه كل احلامكم كل اللي انتوا بتتمنوه. نورتونا وشرفتونا. هي بقى هتبتدي احنا بقى خلاص كده احنا احنا فكرتنا خلصت، هنختم بقى هنختم مع القمر. الختام مع مين؟ اسمها فرح. فرح ماشي اوكي. طبعا فرح، يعني احنا هنختم بالفرح وهنبتدي العام الجديد بالفرح ان شاء الله باذن الله. ماشي اتفضلي يا فرح.